هقدم لك سلالات من الفواخر النهارده يا عم ابراهيم. من ذكورة بقر هقدم لك عجلات بقر، عجلات جاموس، عجلات بقر عشار، وهقدم لك برضو العجلات اللي تحت اللقاح مباشر. يعني بفضل الله مش هحرمك من اي حاجه النهارده. انا عايز كل اللي خش على الفيديو ده يصلي على النبي كده ويوحد الله. لا اله الا الله، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك لصاحب المال ويبارك لصاحب النصيب. النهارده يا جماعه احنا من وسطنا من وفية قريه عرف ابو ذكري، من داخل مزرعه المعلم بلاله والحاج، هيقدم لنا النهارده عرض بما يرضي الله، عجلات صغيره وعجلات تحت العشاء تحت اللقاح، وعجلات متلقحه، وربنا يبارك لصاحب المال ويبارك لصاحب النصيب. اللهم صل على النبي. احنا عايزين كل اللي بيخش معانا على اللايف ده صل على النبي محمد، ودوس معانا لايك وشير معانا في الخير. اللهم صل على النبي. حلويات يا عم ابراهيم. طبعا احنا بنمسع العالم بحاله، بنحيي حبايبنا الحلوين كلهم في كل مكان، الوطن العربي كله، الناس كلها على دماغهم فوق يا عم ابراهيم. اول عرض معانا، وهنبتدي لك ان شاء الله بعروض واسعار زي ما احنا معودين الساده المشاهدين على السعر والسلاله وكل شيء بما يرضي الله. اللهم صل على النبي. كل شيء اهم حاجه يا عم بلال، كل يرضي ربنا. العروض كلها قديمه يا ريس هنا. ده اول عرضنا يا معلم بلال. عم ابراهيم اربع دفوق او اربع نتايات ومعاهم الدخر بتاعهم. اربع نتايات ومعاهم الدخر بتاعهم. اللهم صل على النبي. ايه دي رقم واحد الدكر ده يا معلم بلال؟ ده رقم واحد. اللهم صل على النبي. صل على النبي كده وحد الله. عليه افضل الصلاه والسلام. برضه النتائج البراون دي رقم اثنين. رقم اثنين، اللهم صل على النبي. ودي ده رقم ثلاثة. اللهم صل على النبي. وهنا رقم أربعة يا عم إبراهيم. دي رقم أربعة. ودي رقم خمسة. خمسة. خمس تفاحات معانا يا جماعة. خمس حلويات يا عم إبراهيم. منصور العربي بيقول الراجل المحترم، تحياتي للمعلم بلال، ربنا يبارك فيك يا باشا. على دماغنا من فوق، الناس كلها على دماغنا من فوق يا عم إبراهيم. أنا عايز كل الناس اللي معانا على اللايف، كل اللي يخش على اللايف ده يدعمنا بصلاة النبي محمد تعليه في الصلاة على سيدنا النبي. عليه أفضل الصلاة والسلام. أول عرضنا يا عم إبراهيم عشان ما نطولش على المشاهد. خمس حتت عبارة عن أربع نتايات وذكر. اتفرج عليهم تاني يا معلم بلال. ثلاث شهور، وأقول لك على السعر الأول، وهنفرج المشاهد برضه تاني. وحد الله وصلى على سيدنا رسول الله. عليه أفضل الصلاة والسلام. السعر هنا يا عم إبراهيم الخمسة مش ب 125,000 ولا ب 120، هنا السعر يا ريس الخمس حتت ده هم عاملين 107,500. اللهم صل على النبي. سعر التفاحه من ده امك دي رقم واحد. 21,500 على واحد و20,500 دي رقم اثنين معانا يا جماعه، ودي رقم ثلاثه. دي رقم ثلاثه، اللهم صل على النبي. دي رقم اربعه، العجلة هنا متكعبة تكعيبة يا عم ابراهيم. ودي رقم خمسة الدكر بتاعها. اللهم صل على النبي. انت قلت السعر كام يا معلم بلال؟ كلها قديمة يا عم ابراهيم. اللهم صل على النبي. مسيرة على المعلم بلال ابو مجدي، ربنا يبارك فيك يا باشا، انت على دماغنا. صل على النبي على بلال. 21,500 العنوان يا باشا. محافظة المنوفية. محافظة المنوفية. مركز اوسنا. مركز اوسنا. قرية عرب ابو ذكري. قرية عرب ابو ذكري، ربنا يبارك. 010 66 72 47 47 41 أربع خمس حتت، الحتة منهم عاملة 21,500. الحاج جودة ربيع من السعودية بيمس عليك يا معلم بلال. على دماغنا من فوق. اللي عايز سلالات معانا برضو هنا ثلاث دكورة يا جماعة. ثلاث نتايات حلويات يا عم ابراهيم. ثلاث نتايات، بسم الله ما شاء الله، اللهم اللهم صل على النبي. وحد الله بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. معانا البراون. معانا البراون، اللهم صل على النبي. معانا هرستان يا عم ابراهيم. بسم الله ما شاء الله. معانا سلالات يا عم ابراهيم النهارده. اللهم صل على النبي. سلالات ثلاث عجلات، اللي عايز يرمي بقرة في بيته أو مزرعته حاجة بسم الله ما شاء الله عليه. اللهم صل على النبي. ثلاث نتايات، عقول قديمة في الأكل يا جماعة، واللي عايز أي شيء احنا تحت أمره، واللي عايز عجلة واحدة هنبيع له، اللي عايز اثنين هنبيع له، واللي عايز العرض كله ده رزقه. اللهم صل على النبي. ثلاثة يا عم إبراهيم بقدم لك النهارده بسعر بدلا من 80 وبدلا من 78,000. لا ما عندناش الكلام ده يا عم إبراهيم. هقدم لك الثلاثة بكام؟ الثلاثة بكام يا معلم؟ وحد الله كده
لا 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 ده هم بقدم لك النهاردة ب69500 بتسعة تسعة وستين خمسمية وستين وخمسمية وخمسمية اللهم صل على النبي. الأعمار هي معلم بلال هنا الأعمار يا راس ثلاث شهور ونص ثلاث شهور ونص ثلاث شهور ونص ثلاث شهور وثلاث شهور ونص اللهم صل على النبي. كنت أقول قديمة عم إبراهيم اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله 69500 69500 اللهم صل على النبي. لحد احمد جمعه مس 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 الفل والخيرات عليك يا حاج بلال اللهم صل على النبي. احلى اتمنى يا باشا حلوين يا ريس. صل على النبي عم ابراهيم. برضو الناس اللي معانا على اللايف بنذكركم برضو معانا عجلات جاموس شعاري معانا عجلات عشار عجلات تحت عشار برضو اللي انت عايزه كله موجود بفضل الله. اللهم صل على يعني عندك كل عندك العشار بناخد العرض وعندك الجاموس الشعاري بناخد العرض واحده واحده عشان ما حدش يتلخبط معانا برضو واللي لونه صف اي حاجه ان شاء الله ياخده. اللهم صل على النبي. لونه صف حاجه اشوف كل الناس اللي معانا على اللايف تدعينا بصلاه النبي محمد علي افضل الصلاه والسلام. معايا هنا خمس ذكور يا عم ابراهيم خمس ذكور اعمار خمس شهور ست شهور. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله قديمة. طيب معلم بلال صل على النبي. البؤ شغال يا ريس انا شغال هنا خش هنا كده بسم الله ما شاء الله. طب يا معلم بلال المحتاج من العرض ثلاث حتت اللي محتاج حته واحده هبيع له في حاجه هتزيد وحاجه هتقل يعني اللي محتاج واحده هتبيع له مش هكسب اي يعني مش يعني انت مش مجبر مش هنكسب اي حد اللي انت تاخد العرض كله يعني عايز عجله هتبيعها اللي عايز اوصل اوصل له برضه اللي عايز حاجه توصل له حد باب بيته اوصلها له. اللهم صل على النبي. صل على النبي ده رقم واحد. ده رقم واحد بسم الله ما شاء الله. ده رقم اثنين البراول دي عمري رقم اثنين بسم الله ما شاء الله. وده رقم ثلاثة. ده رقم ثلاثة اللهم صل على النبي. كتلة ظهر كتلة العجل عندي هنا متكعبة كعيبة اللهم صل على النبي بتأسس صح. بسم الله ما شاء الله. رقم أربعة. وده رقم أربعة بسم الله ما شاء الله. وده هنا رقم خمسة. وده رقم خمسة. رقم التليفون تاني يا معلم بلال التليفون 010 010 6 6 6 7 2 7 2 4 7 4 7 4 1 كل واحد الواحد كده معانا يا جماعة خمس ذكورة هنا الخمسة مش ب 150,000 ولا ب 145 مفيش 145 140 كمان يا ريس. اللهم صل على النبي. وحد الله وصل على النبي كده علي افضل الصلاه والسلام ب 130,000 بسعر الجمله ب 100 ب 130 سعر الخمسه سعر الخمس بكره ده هم ب 130 متوسط السعر يا معلم بلال 26,000 يا عم ريس. السعر هنا يا جماعه 26,000 رقم التليفون تاني يا باشا رقم تليفوني 010 010 6 6 6 7 2 7 2 4 7 4 7 4 1 كل واحد الواحد معانا خمس ذكور. الاعمار هنا كام؟ الاعمار من خمس شهور لست شهور من خمس شهور لست شهور. اللهم صل على النبي. معايا اربع نتايات تفاحات تفاح اربع نتايات تفاح اللهم صل على النبي. السمنتال السمنتال اول عجله معانا ديت خلي بالك كده معايا العجلات اللي تحت اللقاح مباشر هعمل لك عليهم النهارده ضربه جويه هتهز العالم بحالها. الناس اللي بتحرك من لبنان يا معلم بلال ده من فوق اللهم صل على النبي. ده اول عجله معانا السمنتال ده يا جماعه اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. ودي رقم 2 يا عم ابراهيم. ودي رقم 2 بسم الله ما شاء الله علي افضل الصلاه والسلام. احنا معانا يا جماعه اللي الناس اللي لو تكرمتم الصلاه على سيدنا النبي وتعليق التعليق في الصلاه على سيدنا النبي ودوس معانا لايك وتشير معانا في الخير غير معانا البس كده علشان نلاقي ايه اسعار ببلاش والله. اللهم صل على النبي. صل على النبي يا عمرو. رقم أربعة بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. أربع ما شاء الله عليك تفاحات. دي رقم واحد نتفرج عليهم تاني يا معلم بلال. دي رقم واحد سلام يا ريس. بسم الله ما شاء الله. دي رقم اثنين. ودي رقم اثنين اللهم صل على النبي. دي رقم ثلاثة. ثلاثة. ودي رقم أربعة. أربع نتايات اللهم صل على النبي. بكام يا معلم بلال؟ صل على النبي كده. علي افضل الصلاه والسلام. قول لي عجلتكم ب 28,000 ولا ب 27,500؟ ما فيش الكلام ده يا معلم بلال. هنا عجلتكم بمرضي الله ب 25,000. على 25 على كم؟ الاربعه ب 100. الاربعه ب 100 ب 100 ربنا يبارك. اللهم صل على النبي. يعني اوكازيون هنا النهارده اربعه ب 100. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك لصاحب المال
ويبارك لصاحب النصيب. رقم التليفون يا معلم بلال. رقم التليفون 010 010 66 66 72 72 47 41 كل واحد الواحد. الاربع تفاحات ده امك متوسط سعر العجله بتاعتهم 25000 يا عم ابراهيم. ب25 و20. اللهم صل على النبي. معلم بلال في عندك توصيل؟ عندي توصيل يا رئيس ل 27 محافظه. يعني اللي عايز اي شيء تقدر توصل له؟ عندي توصيل. طب واللي عايز يحجز برضه؟ اللي عايز اي عرض يحجزه يبعت لي عربون على فودافون كاش احجز له العرض بتاعه. عايز يجي يستلمه تحت امره، عايز يبعته له برضه تحت. طب هيستلمه ازاي؟ هيوصل معاك ازاي بس؟ يحول المبلغ على البوسطه وعلى البنك واحنا تحت امره. عايز برضه نبعت له البهايم مفيش اي مشاكل. اللهم صل على النبي. يعني هنا اربع تفاحات يا جماعه بالسعر 25000. الاربع تفاحات دول السعر هنا 100000. اللهم صل على النبي. نخش سم الله كده، سم الله وصل على النبي عشان هجيب لك اربع دبابات. اربع دبابات والله. اللهم صل على النبي. دي رقم واحد. بسم الله ما شاء الله. ابو محمد بيقول لك توصيل المنيا يا عم بلال. توصيل المنيا على دماغنا من فوق. اللهم صل على النبي. المنيا على دماغنا من فوق. هنا يا جماعه اربع عجلات. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. حلويات والله. والله الاربع حلويات. صل على النبي تكسب. علي افضل الصلاه والسلام. انت النهارده دول وبني سويف واسيوط وسهاج. طبعا الناس التمام في اسيوط. سهاج برضو الناس المحترمين، ناس حبايبنا الحلوين في كل مكان على دماغنا. الحاج بلال، الحاج امام بقول لك ايه، انت راجل محترم يا حاج بلال، بس عجباني العصايه اللي في ايدك. على دماغنا من فوق يا ريس. ولو عايز الجلابيه اللي انا عم الحاج امام ده انت حالك بقى. اللهم صل على النبي. الناس كلها على دماغنا من فوق. دي رقم واحد هنا يا جماعه. العجه دي بسم الله ما شاء الله. ابراهيم العجلات دي جاهزه للقاح من دلوقتي. جاهزه؟ جاهزه للقاح من دلوقتي. اللهم صل على النبي. دي رقم اثنين اهي. دي رقم واحد ودي رقم اثنين. دي رقم اثنين. صل على النبي تكسب. اللهم صل على النبي. خش على الدبابه رقم ثلاثه. دي رقم ثلاثه السمنتال. رقم اربعه دي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اربع عجلات وربنا يبارك لصاحب النصيب. في توصيل الشرقيه يا معلم بلال. عندي توصيل يا ريس ل 27 محافظه. توصيل؟ عندي توصيل ل 27 محافظه. طب رقم التليفون يا باشا اللي عايز يتواصل معاه. خش بالسعر الاول وهضرب لك السعر هنا علشان السعر هنا يا عم ابراهيم ببلاش. قلت لك يا ريس. طب توصيل جنى يا معلم بلال. توصيل جنى عندي. توصيل المنيا بني سويف ونادي حمادي ونجاده. الناس كلها على دماغنا من فوق. اللهم صل على النبي. اهو هنا يا جماعه في توصيل 27 محافظه. واللي عايز اي شيء يقدر يتواصل مع المعلم بلال. اتفرج معانا للاخر شوف بقيه العرض. اللهم صل على النبي. يا عم ابراهيم بنقدم لك النهارده بكام؟ اقدم لك عجبتهم ب 50000 ولا 49؟ ابو محمد بقول لك انتوا رجاله محترمين، بس ينفع الدفع عند التوصيل؟ منين ابو محمد على دماغنا؟ تواصل معانا برضه قول له عايز تحت امرك. تواصل معانا يا باشا واللي انت عايز تحت امرك ونقدر نوصل لك اي مكان بفضل الله. سعر الاربعه دول كام؟ امك اجلتهم عامله 46500. سعر 46500 ب 46 و500. وعشان خاطر متابعينا ومحبينا ما عنديش هنا 46500. طب عشان خاطر المشاهدين العجلات اللي تحت اللقاح مباشر دي. تحت اللقاح مباشر ومفيش هنا 46500. هنا 45. بس احنا عايزين تعليق في الصلاه على سيدنا النبي. تعليق في الصلاه على سيدنا النبي. شوف الصحه يا جماعه من دلوقتي. اللهم صل على النبي. السعر هنا يا عم ابراهيم على كام؟ على كام يا معلم بلال؟ على 42250. كام؟ 42250. يعني سعر التفاحه من دي 42250 الاربعه بالاربعه دي ب 42250. طب واللي عايز واحده منهم يا معلم بلال والاربعه بسعر واحد والاربعه مع بعضهم في بعضهم يا ريس على 42250. في حاجه هتزيد وحاجه هتقل. وحاجه هتقل. اللي عايز اي شيء، اللي عايز اي واحده، دي رقم واحد معانا اهو. بسم الله ما شاء الله. ودي رقم اثنين السمنتال دي. الصورة الناس اللي معانا على اللايف. الصورة تمام. اللهم صل على النبي. الناس اللي معانا على اللايف. الصورة تمام. الصورة يا جماعة كده
الصورة انظبطت. شوفوا الصورة كده يا جماعة بعد اذنكم تاني. الصورة مفيش صورة خالص. شوف كده الصورة اهي يا جماعة كده تمام. الصورة كده تمام. احنا عايزين كل اللي معانا على اللايف كده يكتب تمام. الصورة تمام. بص تاني على اللايف كده. خليكم معانا يا جماعة. الصورة تمام. والأربع حلويات دولت عاملين على كام؟ الأربعة على كام يا معلم بلال؟ 42 250 على 42 250. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. أربع تفاحات. السعر هنا يا جماعة 42 250. رقم التليفون. رقم تليفون 010 66 72 47 41 واحد الواحد. وتعالى دخلك على هجلات العشار اللي بتضرب نار يا معلم بلال. الناس اللي تسأل البهايم دي بلدي ولا ايه نوعها؟ يا ريس بهايم ديت ما عندناش بلد يا عم رهيب. ما عندكش بلد. تلقحات يا ريس كلها تلقحات. مش هقول لك بيور ردف عليك هقول لك دي اجلاب بيور. لا دي اجلاب تلقحات يا ريس. اللهم صل على النبي. هنا اول دبابه معانا حلويات. هنا بقدم لك النهارده حلويات بالعجلات العشاء. صل على النبي يا معلم بلال. عليها بالرسول. اللي عايز علبتين من الاربعه يا احمد. اللي عايز عجلتين من الاربعه. اللي عايز عجله واحده من الاربعه بقاله. في حاجه هتزيد وحاجه هتقل. اللهم صل على النبي. تمام. ايه رقم واحد العده دي؟ رقم واحد العشر. شوف الصوره تاني يا معلم بلال بعد اذنك. الصوره الصوره. اقفل النت من معاك يا رجاله. اقفل النت تاني. شوف العجله دي. شوف الصوره تاني كده يا جماعه بعد اذنكم. شوفوا الصورة دي واحدة بعد اذنك يا جماعة. نشوف الصورة تاني. شوفوا الصورة كده. الصورة بقى تمام كده يا معلم بلال. يا جماعة اول عجلة معانا. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. عجلة عشار. العشر هنا كام يا معلم بلال؟ العشر هنا خمسة نضيف وماشية. العشر خمسة نضيف؟ نضيف وماشية. اللهم صل على النبي. الشاشات على خمسة نضيف. هتسلم خمسة نضيف. هتسلم خمسة. في العجلة السمنتال ديت هنسلم هنا العشر خمسة نضيف وماشية. اللهم صل على النبي. أحد الله وصل على النبي. والشابات ديت عم إبراهيم ما كسرتش ولا سنة. لبانة. الأربعة عندي ما كسروش ولا سنة. اللهم صل على النبي. دي رقم واحد معانا. العشر هنا خمسة. العشر هنا خمسة. والسعر عندي هنا يا عم ابراهيم على 62500. على كم؟ 62500. السعر 62500. اللهم صل على النبي. عايزك توحد الله علشان السعر هنا يا عم ابراهيم عامله 57500. عامله كم؟ ب 57500. 57500. اللهم صل على النبي. ربنا يبارك لصاحب المال ويبارك لصاحب النصيب. العجلة دي رقم واحد في العشار. السعر 57500. وطب ورقم التليفون للتواصل يا معلم بلال؟ التليفون للتواصل 010 010 66 66 72 72 47 47 41 41. كل واحد الواحد معانا كده يا جماعة. علي أفضل الصلاة والسلام. العشر هنا أربعة نضيف وماشية. العشر هنا أربعة نضيف أربعة وماشية. اللهم صل على النبي. هنسلم أربعة نضيف. مش هتقف في الخمس بس هنسلم أربعة نضيف. يعني أنت هتسلم أربعة نضيف. هنسلم أربعة نضيف إن شاء الله. توكل على الله. دي عجلة رقم اثنين. العشر أربعة. اللهم صل على النبي. شاسيه والريحة بتاع العجلة يا جماعة. بسم الله ما شاء الله عليه يا عم ريس. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك.
الشلك بتاع العجل. صل على النبي كده خش على اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، ربنا يبارك. السعر هنا كام معلم بلال؟ صل على النبي يا عم ابراهيم. علي افضل صلاه وسلام ابراهيم من الاخر 56000. 6 56 سعر هنا 56000 يا جماعه. الشب العسر هنا 4، العسر 4 رقم 2 معانا 56000. صل على النبي يا عم ابراهيم. دي رقم 3، رقم 3 العسر هنا 4 رقم 3. اللهم صل على النبي. بسم الله بسم الله ما شاء الله عليه. تفاح يا عم ابراهيم. اللهم صل على الشاسيه والريح بتاع العجل يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك، ربنا يبارك لصاحب المال ويبارك لصاحب النصيب. هنا الشلش بتاع العجه. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. العشر هنا 4 عم ابراهيم، والسعر هنا 61000. العشر هنا 4 والسعر 61000. السعر 61000. وبعد ما طب وعشان خاطر علي افضل الصلاه والسلام، وعشان خاطر مشاهدينا، عشان خاطر متابعينا برضه يا عم ابراهيم، السعر عندي هنا 58500. اللهم صل على النبي. السعر هنا يا جماعه شاب رقم 3 10 4 10 4 58500. ورقم التليفون تاني يا معلم بلال، رقم تليفوني 010 010 66 72 47 47 41. اللي عايز اي شيء يقدر يتواصل مع المعلم بلال واللي انتوا عايزين تحت امركم. شاب رقم 4 شاب رقم 4 امبراهيم. اللهم صل على الفتحة بتاع العجلة. العشر 4 4 اللهم صل على النبي. الشرش بتاع العجلة. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك. عجلة براون يا عم ابراهيم من المال الفاخر. الشاسيه بسم الله بتاع العجلة يا جماعة. اللهم صل على النبي. السن برضه لبانة، السن هنا كله لبانة، السن لبانة يا ريس. اللهم صل على النبي. الشرش عندك يا عم ابراهيم بسم الله ما شاء الله عليه. اللهم صل على النبي. الشرش بتاع العجلة. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. الهداوه بسم الله ما شاء الله عليه. اللهم صل على النبي. دي شاب رقم 4 دي شاب رقم 4 فتحه والظهر برضه يا جماعه. اللهم صل على النبي. بكام ده يا معلم بلال؟ انا عمري هقول لك ب 70000 يعني في الشاب البراون ديت. مفيش الكلام ده ولا حتى ب 68 ولا 65. مفيش 65. انا عندي بفضل الله الشابه ديت ما حصلتش 60000. ما حصلتش؟ ما حصلتش 60. اللهم صل على النبي. انا النهارده ب 59500. ب 9 59500 و50000 و500. اللهم صل على النبي. علي افضل الصلاه والسلام. شاب رقم 4 اللهم صل على العشر هنا برضه 4 والسعر 59500. واحنا عايزين يا جماعه لو تكرمتوا الصلاة على سيدنا النبي، نخش على الجاموس. بسم الله ما شاء الله، معايا 7 عجلات جاموس عم ابراهيم. 7 عجلات قديمة كلها شعاري. ودي رقم 1 بسم الله ما شاء الله، الفتحة بتاع العجلة. 7 عجلات بسم الله من رزق مشتري. اللهم صل على النبي. دي رقم 1. دي رقم 2. اللهم صل على النبي. دي رقم 3. ودي رقم 4. ودي رقم 4 يا ريس بسم الله ما شاء الله، النبي تكسب. ودي رقم 5. ودي رقم 5 بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ودي رقم 6. دي رقم 6 بسم الله ما شاء الله. ودي رقم 7. دول 7 عجلات. 7 عجلات جاموس شعاري. الاعمار هنا كام يا معلم بلال؟ الاعمار من 3 شهور 4 شهور. الاعمار من 3 شهور 4 شهور بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. والسعر كام ابراهيم هنا بقدم لك النهارده بكام يا ريس؟ بكام يا معلم بلال؟ على 20500. وعامل لك على كل عجلة خصم فيهم 3000، يبقى هنا على كام؟ على كام يا معلم بلال؟ 17500. 17 17500. 1500 اقول الشعارة ديت. طب يا معلم بلال واللي عايزهم يا معلم بلال؟ اللي عايزهم يا ريس اقدر احملهم له وابعتهم له اي مكان. تقدر تحملهم وابعتهم له اي مكان بفضل بسم الله ما شاء الله. طب رقم التليفون اللي تواصل معاك 010 010 66 66 72 72 47 كل واحد الواحد معانا يا جماعه. 7 عجلات جاموس شعاري. اللهم صل على النبي. نخش في بقيه الجاموس الشعاري. في 3 كمان هنا بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على عم ابراهيم. بسم الله ما شاء الله، فتحه بتاع العجل يا جماعه. الخوافر عمال اكبر شويه حاجه بسم الله ما شاء الله عليه. دي رقم 1. دي رقم 1 النبي كده بسم الله ما شاء الله، علي افضل ابراهيم. رقم 2
اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اجل هنا اقول خمران ده عم ابراهيم بسم الله. دي رقم 3 ورقم 3 ده ذكر. ده ذكر. نتيتين والذكر بتاعها. نتيتين والذكر بتاعها. اللهم صل على النبي. والسعر كام يا معلم بلال؟ الاعمار هنا كام؟ هقدم لك الذكر الاطار ده معاهم. الذكر الاطار ده معاهم يعني نتيتين والذكر بتاعهم والسعر كام؟ نتيتين والذكر بتاعهم. والسعر هنا كام يا معلم بلال؟ علي افضل الصلاه والسلام. اللهم يا عم ابراهيم على 75000. ثلاثة هنا ب 75. ب 75 متوسط السعر كام يا معلم بلال؟ 25. بس احنا ما عندناش 75 ولا عندنا حتى 72، وعشان كله يصلي على النبي كده عندي ما فيش 70. ما فيش 70000. 70 يا ريس. اللهم صل على النبي. على النظام ده النبي تكسب. على النظام ده والحلاوة دي مفيش 70000. مفيش 70. اللهم صل على النبي. دول عايزين واحد غاوي باين بسم الله ما شاء الله عليها باين ديت حاجة بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. هنا يا عم ابراهيم الثلاثة عاملين كام؟ على كام يا معلم بلال؟ على 65000. على كام؟ على 65. متوسط السعر يا باشا. متوسط 21700. 21700. اللهم صل على رقم التليفون للتواصل. التليفون 010. 010. 66. 66. 72. 72. 47. 47. 41. 41. العنوان محافظة النوبية مركز سويسنا قرية عرب ابو زكري. اللي عايز اي عرض يا عم ابراهيم احنا تحت امر الجميع، واللي طالب اي شيء برضو يتواصل معانا على رقم التليفون، واحنا برضو ما نقدرش نزعل اي حد. شكرا لك يا عم ابراهيم.